طيب عندنا نيميرو ان دوني كانت اف اكس قاد اكس 3 بلس 2 اكس موها اول بارتي درسي لو تابلو دي فارياسيون هول المفروض صاروا سهلين كثير حنرجع نعيدهم بسرعه دائما في عندنا تروا ايتاب اول ايتاب بتفوت تروفي لليميت ثاني ايتاب بتفوت تروفي لاتريفي وثالث ايتاب بتفوت تروفي لو تابلو دي فارياسيون طيب هلا بالنسبه للدومين هون في شغله بس الدومين هو الف اصلا ديفيني سور ار يعني الدومين شو بيكون هون وان انفيني بلس انفيني اوكي وان انفيني بلس انفيني فبس بدنا نجيب نحن الليميتات هلا بدنا نجيب الليميت اون وان انفيني الى اون بلس انفيني بسرعه ليميت دو اف دو اكس اون وان انفيني يعني الليميت للمنوم اللي عنده اعلى دبري اللي هو الاكس تر واي هيدا ذاك صرنا بنعرفها ليميت للاكس تر واي على وان انفيني اون بلس اكس بار وان انفيني هون اوبتيان وان انفيني او كوب يعني بتضل موانا فيني لانه هي الامبير يعني موان فوا موان فوا موان بتضل موان طيب ليميت دو اف دو اكس اون بلس انفيني كمان نفس الشيء بنعوض محل اكس بلس انفيني بلس انفيني او كيوب هي بلس انفيني بتكون شفنا الليميت الديريفي هلا اذا بتجيبوا الديريفي للاكس على بوسونس 3 بتصير 3 اكس او كاري اذا بنجيب الديريفي ل 2 اكس بتصير بلس 2 طيب نحن عاده بعد ما نجيب الديريفي بنعمل ريزود ايكال ا 0 وبنكفي هون ما في داعي لانه بس بيكفي نلاحظ انه التروا اكس او كاري هي بوزيتيف والدو هي كمان شو بوزيتيف فاذا عم بجمع بوزيتيف على بوزيتيف فاكيد هذا شو بيكون ستريب كمان بوزيتيف كورتوتيكس ابارتيان فالدريفيه توجور بوزيتيف يعني الفونكسيون توجور ستريب كمان كرواسون مثل ما شايفين على التابلو التابلو كلنا بنعرف راتبو اكس اف بريم اف هون الكرواسون الليميت على موانا فيني طلعت معنا موانا فيني والليميت على فيستا فيني طلعت معنا فيستا هلا بدنا نكفي البارتي دو اللي هي الاهم البارتي دو كانت اوكي البارتي دو كانت درسي عفوا مونتري كو اف لي كونتوني مونتري كو ليكواسيون اف دي اكس ايغال ا زيرو ادمين راسين اوكي كان السؤال بدنا نبرهن انه الاف دي اكس قال أصيرو عند راسين من إيك ألفا يعني في فالور بتخلي الاف يكون إيكال أ زيرو طيب أول شيء خلينا نشوفها على التابلو أنا بنصحكم هي دائما تعملوها لأنه بكرة لدروس قدام رح تفيدكم كثير بقصة السينية للفونكسيون هلا حنحكي عنها شوي طيب فهون الاف شو يعني بس نقول نحن اف طالعة من موانا فيني لبلس انفيني يعني كل الارقام الريال اللي بتخطر على بالك موجوده هون وموجوده مره واحده بس يعني مثلا طالعه هون وصلت للمهندس بعدين مؤنث بعدين مواويل بعدين مؤسسات كل نمبر موجود مره واحده لانها ستريكت مون كروسون فحكما هي وطالعه مرقه مين هون؟ مرقه بالزيرو هيدي الانتسيدون لها سميها الفا او سميها الفا يعني واضح على التابلو دي فاريسيون نحن انه ليكواسيون اف اكس ايجال زيرو ادمين راسين الفا سيت راسين يونيك لانه هي كروسون نحن لما نبرهن هذا الشيء بنكتب هذه الجمله اللي كنا عم نحكي عنها اول شيء بدنا نقول اف اي كونتوني واحد ثاني شيء ستريكتومون كروسون اثنين ستريكتومون كروسون مش كروسون لحالها غلط كروسون لحالها وثلاثه والاهم بدك تقول لي انها طالعه من شيء اصغر من زيرو لشيء اكبر من زيرو من وين طالعه الفونكسيون؟ من موان انفيني اللي هي بلو بوتي كو زيرو ا بلس انفيني اللي هي بلو جراند كو زيرو الفكره انه انا عم قارن مع هيدا لانه هو بده اف دي اكس ايجال كومبيا ايجال زيرو مثلا بالنيميرو 4 اللي كان عندكم اياه كانت وقتها ما نبرهن الاف دي اكس ايجال اه عند راسين ساعتها بتبرر انت انه طالع على شيء اصغر من اه لشيء اكبر يعني دائما هيدا البلو بوتي والبلو جراند ريليي على الايكواسيون اللي هي شو اذا كانت اف دي اكس ايجال زيرو بنقارن مع زيرو اذا كانت ايجال نمبر عادي ثاني بنقارن مع هذا النمبر العادي واضح؟ فهيدي هي القصة عشان ما تحفظوها دائما نيجاتيف بوزيتيف مو قصة هي المهم تكون على فكرة مش ضروري تكون موانفيني فيها تكون هيدي موان دو فيها تكون هيدي سانك هي المهم تكون طالعة من شيء أصغر من هيدا الفالور لشيء أكبر من هيدا الفالور فأنت هون بدك تقول هو ثلاث شغلات كونتينيو ستريكتومون كرواسون و دو كوا أكوا بدك تقول إنه طالعة من شيء أصغر لشيء أكبر لأنه إذا ما قلتها هاي في غلط يعني يمكن تكون طالعه مثلا من الدو للبلس انفينيتي افترضوا هون الليميت على موان انفينيتي بطريقه معينه لفونكسيون ثانيه طلعت دو
طيب اذا فونكسيون طالعه من الدو لبلس انفينيتي بتقطع شيء بالزيرو؟ ما بتقطع الزيرو لانه الفالوريات كلهم اكبر من دو، الزيرو صار تحت هون. فهمتوا كيف؟ فهو ما بيكفي بس انها تكون كونتينيوس ستريكتومون كروسانت ليكون عندها السين منه، بده يكون عامل شانجمون بالسين، بدها تكون طالعه من شيء اصغر من هالفالور لشيء اكبر. فهيدي ضروريه جدا تذكروها ما تنسوها. هات ثلاثه اللي خلونا نقول انه الاكواسيون اوف اكس يبان زيرو ادمين من السين هني شفناها. هيدي بتعني شو؟ هيدي بتعني انه اف دو الفا هلا حنحطها بعد شوي بقال اقوم بيها بقال اصغر. يعني في نمبر نحن ما بنعرفه سميه الفا هو اف له ايجال اقوم بيها اصغر. طيب هيدا النمبر ما بنعرفه بس انا بدي احطه على جراف هلا بعد شوي. فشو بيجي بيعمل؟ بيجي بيقول لي مونتريك الفا اونت 0.4 و0.5. لكن هيدا اول جزء من السؤال وثاني جزء كان بعد ما البارتيكيولا تاعنا قال لكم مونتري كو الفا اي كومبري اونت 0.4 و0.5. هيدا النمبر هنا سهل كثير مساله كالكولاتريس بس ما نعرف شو نكتب. بتجيبوا الاف لاول فالور بيطلع عندكم موان 0.3 اذا بتحطوا الاكس قيمتها هون اوكي، والاف لثاني فالور بيطلع 0.125. اذا بتحطوا الفالورات بدون ما تكتب بلو بيتي وبلو جران ما بتاخذ ولا علامه. في ناس كانوا عاملينها، في ناس ما كتبوا بلو بيتي وبلو جران. انا مش عم بعطيك علامات كرمال تعرف تستعمل كالكولاتريس، يعني انا في عندي هدف هي من وراها. الهدف هي تعطى تابلو مبين الالفا لتكون اونتر 0.4 0.5 انه لبرهنة. هاي بدي برهنة، بدي برهن انه الاف لل 0.4 طلع اصغر من هيدا لما طالع من تحت، والاف لل 0.5 اكبر من هيدا النمبر اللي هو 0. فهمتوا كيف؟ يعني بدي برهن انه هيدا اصغر من 0 وهيدا بدي برهنه اكبر من شو؟ من 0. ساعتها بتكون الالفا حكمة بيناتهم. فاذا انت لما بتجيبهم ما قلت لي بلو بيتي وبلو جران ما كانك عملت شيء، ما بعطيك علامات. يعني انا بركز على الفالور اكيد وبيهمني كمان اذا هو اكبر او اصغر من هالفالور اللي هون. طيب بالنسبه للنيميرو 4 اذا حدا ضاع منكم عشان تعرفوا ترجعوا تحلوه، اذا كانت الايكواسيون اف دي اكس ايجال ان، انتوا لما جبتوا هون الفالورات وقتها ما بعرف شو كانوا تطلع وحده 0.9 وحده 1.1 فما طلعوا وحده بوزيتيف نيجاتيف طبيعي لانه انت عم تقارن مع مين كنت هونيك مع الان، فبتطلع وحده اصغر من ان وحده اكبر من ان. هي المهم وحدة أصغر وحدة أكبر من مين؟ من النومبر يلي أنا معني فيه بالإيكواسيون اللي أنا طرحته. يعني أنا إذا قلت لك مونتريك الإيكواسيون أف دي إكس إيجال زيرو عم بتقارن مع زيرو، إذا قلت لك مونتريك الإيكواسيون أف دي إكس إيجال أن عم بتقارن مع الأن، إذا قلت لك مونتريك الإيكواسيون أف دي إكس إيجال موان 5 عم بتقارن مع الموان 5 إتسترا. أوكي؟ وضحت هالفكرة؟ فهون انتبهوا بدكم تكتبون إجباري هول قصة الإف أصغر والإف أكبر، هول ضروري جدا نكتبهم. بعد ما تقولوا انه هي الافلة الاولى اصغر من 0 والافلة الثانية اكبر صارت الفا اجباري اونت 0.4 و0.5. كومبرينا هون؟ طيب لهلا لكن شو عملنا؟ عملنا تابلو ديفاليسيون برهنا انه في عندي فالور اسمها الفا الافلة الها ايجال اقوميا 0. حنشوفها هلا على الجراف. وبنفس الوقت هيدي الالفا خسرناها بين اي نمبر 0.4 و0.5 كرمال اقدر احطها على الجراف. بنروح هلا للجراف، فهلا انتبهوا منيح لانه مثل ما قلت لكم انا بدي ارسمها. يعني هلا بس نخلص رسم. هلا طبعا انا هون بدي اقول اعمل لهم كير عشان ما يزعجونا. هلا هون يصيروا انتبهوا شو بدنا نعمل. لا بس قبل خليني اكتب الفونكسيون هون عندي كرمال ما ندفع دائما لفوق. انا عندي انه الاف دي اكس سي كوا هي اكس 3 تروز اكس موان. انتوا عم ترسموا رسمه هاي الفونكسيون. طيب اكتبوا لي شوي. هلا حنرسم الجراف، نحن عارفه بس اطلب مني الدرس قبل الكومبت كلية. خلينا نرسم الجراف. هلا حنرسمها قدامكم كانه انا بالصف. اوكي؟ ركزوا معي. عندي هيدا الاكس تريد اكس. وعندي هيدا هون الجراف كريم. هيدا لكان هون اكس وهيدي هون ديك. نتذكر كيف كنا نرسم. طيب اول شيء هون ليش انا بحاجه لكثير بوان بارتيكولي؟ لانه مثل ما شايفين التابلو فقير كثير، ما في شيء، ما عندي لا كروسون، ما عندي شيء مثل ما شايفين، عندي بس كروسون، ما عندي مينيموم، ما عندي ماكسيموم. يعني عندك كور بقتسمها انت طالعه من موان انفيني موان انفيني واصله بلس انفيني بلس انفيني. ف
فاكيد انت او انا بحاجه لكذا كوانتم تكنيك. بس في اثنين نسيسير، اول اثنين هول دائما ضروري، هو اجباريات، لانه في تلميذ بيقول استاذ ضروري ناخذ كوانتم بارتيكولي. احنا انا بقول له دائما في اثنين اجباريات هن الانترسكسيون للكور مع الايجراك بريم ايجراك سي. هنذكركم هلا شو كنا نعمل. اذا بدك تجيب لي الكور بترسمه انترسكسيون مع الاكس ديز ايجراك، هيدا الفيرتيكال يعني. شو بتعمل ساعتها؟ بتجيب اف دي زيرو. طيب اذا بتحسبه هون اف دي زيرو بتحطه محل هيك الزيرو حيطلع معه هيدي اول بوان بارتيكولي. طيب هيدي اول بوامر فيها الكور. اوكي طيب تاني هي الانترسكسيون للكور مع مين؟ مع اكس بريم اكس. هذيك السنه شو كنت تعملوا؟ كنت تعملوا ريزولد لاف دي اكس ايجال اقوم بها ايجال زيرو. هون ما في داعي تعمل ريزولد. ليه؟ هلا اذا ما كان سالك عن البارتي دو بتعمل ريزولد، بس هون سالك قال لك بالبارتي دو شو؟ مونتري كو ليكواسيون اف دي اكس ايجال زيرو ادمين راسين يونيك مين الفا. يعني انت عمليا بتعرفها، ما فيش داعي تعرفها 100% قديش. المهم انه هي حصلها بين رقمين كثير قراب لبعض. يعني انت هون بتعرف انه اف دو الفا ايجال اقوم بها ايجال زيرو. يعني يل فو رومبلاسي الفا على الاكس بريم اكس بشكل انها تكون الالفا اونتر كوا كوا اونتر 0.4 و 0.5، بدها تكون منطقيه. هون اذا هيدا الان طلعوا هيدا الان بالنسبه لنا الالفا بدي احطه بشكل لوجيك. الالفا انا برهنته اونتر 0.4 و 0.5 دائما بيكونوا قراب كثير لبعض، يعني تقريبا على النص او قبل النص بشوي. بشوي مش بكثير قبل النص. اوكي؟ حتى اذا حطيتوها نص بنحسبها صح، مع انه هي اصغر من 0.5، بس مش انه تكون على الربع او مش انه تكون على ثلاث ارباع، تكون لوجيكمون صح. الالفا تقريبا هون 0.5 كان حطيناها، لكن لهلا صار عندي هالبوان وصار عندي هالبوان. طيب هول الاثنين طالع من وين فيني هلا؟ اللي بحس حاله بيقدر يرسمها من هون يرسمها، ما عندي مشكله بتطلع صح منه. بس انا لاتاكد اكثر باخذ دو زوتر بوان. هول البوان بارتيكولي اخذته من عندي، اخذت فالور نيجاتيف يعني فور اكس ايجال موان وفالور فور اكس ايجال ان. طيب فور اكس ايجال موان فور اكس ايجال موان بتحسبوها هون بتحطوا محل اكس ايجال موان رح تطلع معكم موان 4 اف دي موان موان 4 بنحط موان 4. اذا لاحظتوا طلعت صغيره موان 4 طلعت بعيده تحت ترمينيك. هلا ما راح احسبوا هذا الموان، هذا الموان 4 وين هي البوان؟ موان موان 4 يعني تقريبا هون. طيب اذا بتفكروا تجيبوا الاف دو موان 2، الاف دو موان 2 كثير صغيره بتطلع معكم، بتطلع موان 13. اذا بتحطوا محل اكس موان 2 بتطلع موان 13. هي فكره البولينوم خاصه اذا كان بجريتر و بيكون كثير سريع، يعني الفور اكس قال موان 2 لا قد طلعت لتحت ما فيني اوصل لها حتى. كرمال هيك مش لمصلحتك حتى، كرمال هيك الكورب بيكون دائما قريب الدركسيون تاعيته للجرافين هيك، حتشوفوا هلا كيف. واخر شيء اخذت اف دو 1 طلعت معي 2. طبعا انت معك على الكاريات 100% صح غيري انا، يعني انت بتقعد هين اكثر معك. طيب هيدا الاف دي ون. طيب لكن النقط شو صار؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه هولي منهم دروات يا محمد. اوكي هيدا منهم دروات، هيدا كورب عم طرق. حتى لو كانوا مبينين انه هن الينيه ما خصني انا اذا الينيه ولا لا، انا في عنده ميثود لينرسم هيدا الكورب. ركزوا مني. نبلش انا من موان انفيني موان انفيني، مارق الكورب بهالبوان والاف دو موان دو ما طلعت هون او هون، طلعت كثير لتحت كثير صغيره. فانا شو بعمل دائما للكورب؟ اهم شيء تعرفوا انطلاقه البولينوم. الكورب الانطلاقه دائما بتكون قريبه للايجراهيم جراج من موان انفيني، يعني بيطلع من هون بارالل مون، يعني كانه طالع بشكل عم برسم كانه شيء بارالل على الايجراهيم جراج. ركزوا مني ابلش، هيدي اول نقطه. هلا بدي بلش قوي عيني على هيدي على الزيرو موان. هون طلعتها زيادة عن زوم بعتذر. طيب هلا بروح للالفا، هي لحالها حتفرض علي ارجع قوي من جديد. انتبهتوا؟ وهلا بطلع هيك بشكل بارالل على الجراي. مش الحال؟ هيك الكور. هيك هيك هيك. هولي هن البوان بارتيكولي اللي بنحكي فيهم، هيدي البوان 1 2 هيدا البوان الفا 0 وهيدا البوان 0 موان وهيدا البوان موان موان 4. الانطلاقه على الانفيني كانت موان انفيني والانطلاقه على البوست انفيني هيك هون هي بوست انفيني.
اوكي هيك بتكون اخذت العلامه كامله وبتسميه في مثل عادي بس بكون كورب عادي. ليكو من الاخر هن اربع حالات للدو جريتر وان. كل فونكسيون دو جريتر وان عندها اربع احتمالات، يا بيكون شكلها هيك يعني طالعه بعدين بتكوع بعدين طالعه هيك. اوكي هيدي اول حاله مثل نمره 1. ثاني حاله اللي حنشوفها بنمره 2 بتكون العكس، يعني نازله كوعت بمحل ورجعت كوعت بهالشكل هيك. هيدي ثاني حاله. هيدي اذا كانت فونكسيون ستريكتومون شو كرواسون، بديك اذا كانت فونكسيون ستريكتومون شو كرواسون. في حاله هلا اذا كان عندها دو اكس تيرم موجوده بكتاب عندكم كمان اللي بنروح نحلوه اليوم دوار، ممكن يكون طالع على ماكسيموم راجع لافف وراجع طالع، يعني بيكون عنده ماكسيموم او هيك بتحطوهم كنتوا مذكرين اوكي، وبكون عنده مينيموم. هاي تالت حاله. ورابع حاله ممكن تصير هي عكس هيدي الثالثه، يعني نازل طالع نازل نازل طالع نازل، كلهم هول حسب الفونكسيون. انا اللي عم بستعرض لكم كل الانواع اللي ممكن تشوفوها بالبولينوم دو جريت الوان. اذا كانت توجور كرواسون مثل هون هيك اجباري يكون شكلها، اذا كانت توجور دو كرواسون مثل ما حنشوف هلا بنمره 2 بيكون اجباري هيك شكلها، اذا كانت كروا دو كروا كروا يعني عندنا بالتابلو دو اكستروم بتكون طالع انه عندي هون ماكسيموم عندي هون مينيموم، او اذا كانت دكروا كروا دكروا بتكون هيك. ما في حاله خمسه. حيلا بولينوم دو جريتر وا بكره طلب منك ترسمه حيطلع شكل رسمته واحد من هالانواع اجباري. اوكي هلا انتم عندكم انا بهمني تعرفوا انه هي رسم. هلا انت بس ابعث لك اياه انا هذا السوليوشن حابعث لك اياه طبعا بدون هون. اوكي مش موجودين هون. فهلا يا اما بتحضر انت بترجع الفيديو يا اما هلا بتكون عملت سكرين شوت اذا عم تحضر على تليفونك لتقدر تشوف الرسم كيف لتقدر ترجع ترسمه. او بترجع على الفيديو على هيدي الدقيقه اللي كنا فيها نحن هلا وبتقدر تشوف الرسم كيف رسمت. انا لقيت هيك افضل يعني احسن ما اعرضكم اياها مرسومه خالصه. هذيك السنه هيك كنا نعمل، فيمكن في ناس كان بدهم انه يشوفونا نحن كيف عم نشتغل كيف عم نرسم. هيك افضل لهم. اتفقنا؟ بدي اعمل كلير هلا اما اروح على السؤال الثاني، فاذا حدا بعد ما صورها او ما عمل سكرين شوت يعملها بسرعه هلا. اوكي؟ جمال بدي اروح على محل ثاني، على سؤال ثاني، حدا عنده سؤال هون؟ كل شيء تمام؟ ايه استاذ. بس لحظه استاذ صورها. يلا بسرعه. اوكي مش اعطيكم هيك نص دقيقه حغيب عن يلا لكن رح نعمل هلا كلير مثل ما قلنا ونرجع نروح على النمرودر. طيب نمرودر هتشوفوا انه نفس المنطق رح ياخذ معنا وقت اقل، هيدا اكيد نفس الفكره بس انه الفرق انه طريق وحده ذكر وصمت. هي بس طيب لكن عندنا اف دي اكس ايجال moins x 3, moins x plus 3. Premièrement, limite en moins l'infini de f de x هي limite la moins x 3. انتبهوا هون للسين. هون إذا بتحطوا محل x moins l'infini هي مش plus لأنه moins for moins هي plus. انتبهوا. هي plus لأن هيدي هون لما moins l'infini occupe لحالة بتطلع moins l'absence 3 هي moins l'infini. اوكي؟ وهون برا في moins ف moins for moins شو بتصير ساعتها؟ plus l'infini. تبولها. بينما الثاني على البلس انفيني بتطلع موان بلس انفيني يعني موان انفيني. عكس كليا هيدا اللي فوق. الدريفيه هالمره اذا بتعملوا دريفيه بتصير موان 3 اكس او كاري موان ان، هيدا واضح انه توجور نيجاتيف توجور. لانه يعني الموان 3 اكس 2 نيجاتيف والموان نيجاتيف يعني صار نيجاتيف.
برضو في اكس معناتها الاف توجور ستريكتومون كوا سي ذكر بس. طيب عندنا هيدا الشيء هون. هلا بالبارتي دو اجى قالكم مثل السؤال اللي فوق مونتري كو ايكواسيون اف دي اكس ايجال ا زيرو ادمي ان راسيون يونيك الفا ومونتري كو الفا اي انتر 1.2 1.3. هالسؤال انا اسالك اياهم لكل سؤال حنجاوب له بنقطه نحن لحالها pour démontrer que l'équation لانه في ناس بكره بصيروا بس يبرهنوا هاي ما بياخذ شيء على فات هيدا بدك تبرهن لي قبل وجود الالفا هيدي ما فيني احطها قبل هاي لانه الالفا بعدها مش موجوده هون بدي برهن اول شيء الاكزيستانس دو الفا بعدين برهن انه الالفا انتر لدو نومبر هو بيكون معطيك اياه طيب pour démontrer que f dx equal a 0 ادمي ان راسين يونيك الفا اول شيء انا دائما بنصحكم تعملوه تروحوا على التابلو تشوفوها على التابلو انه فعلا ال f dx بتصفر مره واحده يعني بلكي التابلو عندك غلط لتقوم بتصفر مره واحده بدها تكون الفونكسيون نازله او طالعه من شيء بوزيتيف لنيجاتيف او طالعه من نيجاتيف لبوزيتيف هذا الشيء صاير هون ولا لا صاير ال f dx نازله من البلس لشو لموا معناتها بمحل هون بتصفر يعني في رقم هون بيساوي 0 ال f له سماه هو شو هون الفا معناتها بريك بس انا التابلو منه من يعني منه وسيله لبرهن بدك تكتب في جمل معين بتكتب في قصص معينه اساسيه هون ساعدت انه يكون بتصفر اول شيء الكونتينيوتي لانه اذا كانت ديسكونتينيو هون ما بتصفر ما بتطلع اكس فاول شيء بدنا نقول انه هي كونتينيو واحد ثاني شيء بدنا نقول انه هي ستريكتومون ديكروسانت اثنين ستريكتومون كلمه ديكروسانت لحالها بدون ستريكتومون ما بتعطيك العلامه الثانيه ثلاثه بدكم تقولوا انها طالعه او نازله عفوا هون مش طالعه نازله من شيء اكبر من هيدا الرقم اللي هو زيرو لشيء اصغر منه فعلا من وين ذكروا من بلس لانفيني كي هي بلو غران ك زيرو اموان انفيني كي هي مو بلو بيتي دو بوا ك زيرو فهمتوا كيف هول الثلاث نقاط اللي كتبناهم بخلوا انه يكون الاف دي اكس ايجال زيرو حكما عند راسين شو اليوني 6 اجت من ورا الذكر والصمت اوكي من ورا الذكر والصمت وما كانت الذكر والصمت ما كانت اني تاني بس هي دائما حتكون ذكر والصمت ما تخاف اتفقنا لكن هاو ثلاثة لدورهم إذا واحدة منهم ما قلتها ما بتاخذ العلامة كلها خاصة على الأخيرة في ناس ما بتكتبها بدك تقول لي إنها نازلة من شيء أكبر لشيء أصغر من زيرو إلا ما بتطلع على الزيرو أصلا لأنه لو كانت نازلة مثلا من بلسلم فيني للدو ما كانت تطلع على الزيرو أصلا وبالتالي بصير غلط السؤال تاني جزء هلا بدنا نبرهن نحن إنه ألفا أونتر أنفر جول دو أنفر جول تروا هون نفس الخبرية بدكم تحسبوا إف دو أنفر جول دو هون كلكم بتعرفوا تستعملوا كالكاتريس طلعت معنا 0.07 الاف دي انفر جول تروا طلعت معنا موان 0.4 نفسها طيب هاولي اذا ما قلت لي بلو جرون وبلو بيتي ما بتاخذ شيء ولا شيء شو العلامه هاولي بدك تقول لي انت ليش جبتها انا جبت الانفر جول دو الاف لها كرمال يطلع طلعوا على التابلو نحن لازم نكون متوقعينها الاف دي انفر جول دو المفروض يطلع رقم اكبر من صفر لانه هي ذكر واهم فهمتوا كيف يعني هون لازم نكون ناطرين نحن يطلع ريبونس بلو جرون كزيرو والاف دي انفر جول تروا إذا طلع أصغر من زيرو عم بشعرفن يعني على التابلو لتفهموا ليش عم بكتب هيك ساعتها إذا الزيرو هي بياناتهم لهول معناتها صارت ألفا بياناتهم لهول كرمال هيك صارت ألفا عنطر ألفا بالجرام هلا بالنهاية هي تحفظها أنت بس لازم تكتب بلو جرون وبلو بيتي لازم تكتبهم لهول يعني بعد ما تجيب وانتبهوا مش بالضرورة بكل الأسئلة بوزيتيف نيجاتيف أنا ما عم بلفظ كلمة بوزيتيف نيجاتيف أنا عم بقول بلو جران و بلو بتي لانه هيدا اوقات يمكن يكون 2 او 1 او 3 او موان 4 ساعتها بقارن عليه يعني اذا كان هيدا 2 حيطلعوا اثنيناتهم بوزيتيف على فكره بس بيطلع واحد اكبر من 2 وواحد اصغر من 2 اذا انتبهتوا بيطلعوا كثير قراب للزيرو هن هيدا اصلا كرمال هن بيكونوا كثير قراب لبعض قد ايه هن قراب لبعض هول افرجل 2 افرجل 3 كرمال ترسمها صح فبعد ما تجيب الاف لكل فالور وتقارن تقول وحده اكبر وحده اصغر صارت الالفا عنصر افرجل 2 هلا بدنا نروح لنرسم الرسمة كمان هون في عندي كذا بوان بارتيكولي حاستعرضهم هون مرة على الرسمة هون اف دو زيرو هيدا اذا بتحطوا محل اكس زيرو بيطلع تروا اف دو الفا ايجال ا زيرو هولي اوبليجاتوار هولي اول اثنين لازم نعملهم الانترسكسيون للكور مع ايجراك من ايجراك والانترسكسيون مع اكس من اكس اف دو الفا زيرو حتيجي تقول لي طيب يا استاذ الفا ما بنعرفها ما بهمني اعرفها لك شو بتعرف انت بتعرف انه هي انتر كوا انتر انفرجل دو انفرجل تروا يعني فيك تحطها على الرسمة ولا لا فيك تحطها هلا بتفرق معك ملي 5 ملي 2 ملي مش مشكله مش بيناتنا وهون اخذت دو زوتر بوان ليساعدوني اكثر اعمل هلا اذا بدنا نرسم الكور شو بصير طيب خلينا نعمل كلير تمام مره ثانيه كمان هون هلا انتبهوا للرسمه
اللي بده ياخذ نوت او اللي بده يصورها. طيب نرسم الكور مثل العاده بهذه الطريقه. مثلا هيك هون بلاحظ انه اف دي مو ايكال 5 عالي، فبحسب حساب انه من فوق بيهمني يكون مرتاح كثير. نرسم الثاني. طيب عم بلش بدي احط البوان بارتيكولي. اول شيء اف دو 0 هي 3 1. يلا على السريع. دو وهيدا هون 3 1. هيدي اول بوان. اوكي هيدي اول بوان عندي اياها 0 3 1. ثاني بوان اف دو الفا 0. الالفا موجوده على الاكس بريم اكس هون، هذا الاكس بريم اكس اوكي وهذا الاكس بريم اكس. الالفا نحن برهنا هلا بعدنا انه هي اونتر كوا اونتر 1.2 و 1.3، يعني فيك تعتبرها انت مثلا 1.5. يعني بتحطيك تحط الالفا على الكارو والربع، يعني بين ال ا وال دو بس على الربع. يعني هون اذا عندك هون ا إذا عندك هون 2 اوكي هيدي 2 الالفا فينا نعتبرها هون كومبري. هاي الالفا هي هي عم حطها. لكن صار عندي 0 3 وصار عندي الالفا 0. عندي 2 زوتر بوان اخذتهم، وحده نيجاتيف لانه ما عندي شيء من ثاني بايدي. حلو ناخذ شيء فرق نيجاتيف. فور اكس ايجال مو ان اذا بتحسبوها راح تطلع 5، لكن تطلع كبيره. الاف دم 1 2 ما تفكروا تحسبوها بتطلع كثير كبيره. اوكي اف دم 1 طلعت 5، هيدي 4 هيدي 5 يعني هون هيدي بوان. طبعا انت بتكون على الزاويه عندك على الكادو. واخر شيء حسبت اف دي ان طلعت ها هيدا ها وهيدا هون ها، فالاف دي ان ايجال ان. اوكي ركزوا منيح. النقط اللي بدي مرق فيهم الكور هن 1 هيك عم علم عليها، 2 هيك رح فرجيكم عليهم بالسبوت لتكون واضحه اكثر. اوكي هي 1 هي 2 وهي 3 وهي 4000. هولي صح مبانين شكلهم انه الينيه، بس انا ما بيعني لي الموضوع، هن مش حيكونوا الينيه على فكره، بس ما بيعني لي الموضوع. انا ما بيجي برسم دروات هون، انا مش بس بدي اوصل هالنقط، هول النقط اللي يساعدوني لارسم الكور. الكورب هون ذكر والسنت يعني هيك شكله بده يكون هيك 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 هتشوفوا انا. اوكي هلا اللي بده كمان ياخذ الدو اوتر بوان فيك تاخذ كنت اف دو يمكن بيطلع موان 4 او موان 3 ما عندي مشكله. انا بالنسبه لي من وين طالع الكورب؟ طيب رح احطه هون هي هل هل نازل من بلس انفيني لموان انفيني من فوق، نازل من فوق من بلس انفيني بنزل دائما بارالل مو على الايجرا فيم ايجراد بشكل ما يكون بعيد عن هالنقطة، لأنه يعني إذا نزلت من هون غلط بصير تنزل هيك غلط، الديركسيون بده يكون بارادايم، فبنزل من هون، من فوق بشوي، يعني كأني هون عم برسم على جد رواد بس بإيدي، أوكي؟ بلش. هلا هون بدي بلش قوي شوي شوي لأنه بدي أمرق بالزيرو رواد. هون ببلش قوي أكثر، بمرق بهاي هلا، بوصل للألفا، هلا تحت بكفي بارادايم مون على الإجرا كريمي كريمي. بس بدي بوقف وقف هون، ما فيش داعي نكفي على الاخر اللي تحت. فهمتوا كيف؟ هذا بكون الكور بلش. هلا طبعا هيدي هون مش كثير المفروض تكون هيك، رح ظبطها انا برجع. هيك ماشي، هيك بتكون باراليل، يعني الانطلاقه دائما بتكون باراليل اجراك، والوصول بده يكون دائما كمان باراليل على مين؟ عن أفز دراج وقريب لإله. الدوبريتر وا بيكون كثير قريب الكور لمين اللي فهمت هيك. ماشي هذا بسميه دايركسيون اسمبتوت، مش اسمبتوت دايركسيون اسمبتوت. أهم شيء هول النقط هول يساعدوك لتوصلهم لبعض كرمال التقويعة. مثل ما شفتوا شو طلع شكله هيدا؟ نازل كوع رجع كوع وصل. بشكل مش ستريت، بشكل كورب. أوكي؟ يعني مش عمل هيك هيك هيك، هي غلط. هي اللي بيعملها هيك غلط. اوكي بده ينزل بشكل كورب عادي، عم تمشي انت بايدك عم تقوي عادي كواع، يعني كانك نازل نزله على طريق وفيها فيها كوعين بس، يعني عم بس بعدك نازل. ف
فهمتوا كيف يعني؟ بعد اخذك الواو بس عم بتقوى انت ونازل، بس هيك في كوعين هون مرتين، مره وبعدين اثنين، بس هيك مره بنطلق من ايجراك من ايجراك وهون نفس الشيء. فهمناها؟ فهمتوا منيح الكورد؟ فهون بنصحكم ترجعوا تعيدوا الاسئله هولي على القليله بالجراف، يعني لازم ترجعوا تحلوهم انتوا. هلا على كل الاحوال انتوا اصلا بس تشوفوهم ترجعوا بالفيديو حتحلوهم لحالكم. يعني هلا انت كانك عم تنقلها، بس نخلص يعني هلا تنقلها عادي عندك على الورقه مطرح ما اشتغلت، كانها موجوده قدامك على اللوحه ماشي، وفيك تصورها عندك وتشوفها، وفيك ترجع تحضرها يعني. بس بعد ما احكي اتفقنا؟ لبكره حيكون عندكم نيميرو ما بعرف يمكن سات، بس حشيل منه ترواب بارتي دو ترواب كارت لانه هولي ما اخذتوهم من الاخوان الفيكسيون ماشي. فحنفوت بفكره جديده بالاكزامبل، يعني التابلو مش حيكون دائما كروسون دو كروسون، حتكون طالعه نازله طالعه او نازله طالعه نازله، بس نفس الخبريه. اوكي يلا اللي عنده اي سؤال يسالنا، واذا بده حدا يصور يصورها لانه انا بدي شيلها بدي واقف على الفيديو. هي باخر الفيديو في وقتياتكم موجود اتفقنا؟ اوكي يلا نشوفكم على خير ان شاء الله بكره. وهلا اخبركم اللي ما فات بعد على جوجل كلاس روم يعمل معروف يفوت كثير سهل، بس بده يكون عندكم اكونت على جوجل على الجيميل. صار في ثلاثه عندي هلا، انا بعد ناقص ثلاثه او اربعه بفوتوا عشان نبلش نشتغل فيها. هلا اليوم حنروح على الواتساب انا كمان، بس خلينا نكون من الجمعه الجايه جاهزين على الموضوع. اوكي ماشي يا استاذ، يعطيكم الف عافيه. ميرسي.